سيادة السفير المحترم، حيث أننا فوجئنا كما فوجئت مختلف شرائح الشعب المغربي بالبرنامج الساخر الذي بثته قناة شروق الجزائرية متضمنا لأكاذيب وافتراءات، وهي مست مقدسات الشعب المغربي الأصيل والبلد جار، أنه على رأس ما بثته هذه القناة المذكورة إساءة بليغة لرمز الأمة ورئيس الدولة وممثلها الأزمة ورمز وحدتها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم. سيادة السفير، إننا ومن خلال هذه الرسالة التي هي رسالة احتجاج نعبر عن رفضنا التام لما جاء من سلوك مخل بالأخلاقيات وأبجديات مهنة الصحافة النبيلة، باعتبار هذه القناة المذكورة بثت الأكاذيب وتنكرت الحقيقة المتمثلة بمنجزات ملكنا المفدى نصره الله وحفظه الذي نبايعه بعد الله كما بايع أجدادنا ملوك وسلاطين المملكة المغربية الشريفة أبا عنجد، مصداقا لقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، صدق الله العظيم. وبذلك سيادة السفير المحترم، فإننا نؤكد لكم رفضنا وشجبنا من نحن الموقعين على هذه الرسالة الاحتجاجية التي نستنكر من خلالها ونشجب ما ورد على هذه القناة المنسوبة للنظام الجزائري، والتي لا نظنها تمثل أخلاق الشعب الجزائري الجار والشقيق، لا سيما مع أواصر الأخوة التي ربطت الشعبين خلال نضالاتهما الكبيرة في إطار استقلال البلدين، كما هي مناسبة لدعوة هذه القناة إلى احترام أسس العمل الصحفي النبي باحترام مقدسات الدول ووحدة ترابها، علما أن المغرب لن ينال منه في شيء ولا في وحدته الترابية من طنجة إلى البويرة. هذه الخرجة الإعلامية البئيسة واليائسة والغير محسوبة، كما هي فرصة سعادة السفير لدعوة هذه القناة من أجل مراجعة الذات والاهتمام بقضايا وهموم وانتظارات الشعب الجزائري الصديق الطامح للتنمية والتقدم والازدهار والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والذي هو حتما وبكل تأكيد لا يتبنى ما صدر عن هذه القناة التي لا تستحق أن توصف بالصحفية ولا الإعلامية بعدما صدر منها من مساس الدول وبوحدتها الترابية، ولا سيما مع بلد جار. وفي الختام، تقبلوا معالي السفير المحترم باقي الاحترام والتوقير، نحن كمغاربة بايعنا صاحب الجلالة ونجدد البيعة، وشعارنا الدائم: الله، الوطن، الملك، وعاش الملك. في هذه الأثناء سوف يتم تسليم الرسالة إلى السيد السفير، السفير الجزائري بالمغرب، ونحن نردد جميعا شعارنا الدائم: الله، الوطن، الملك. بلادنا الآن استاذ سامي الغربي متجه الى السيد سفير دوله الجزائر من اجل تسليم الرساله الاستنكاريه التي تعبر عن عدم رضا المجتمع المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.